ها هو عبد الله مول الدجاج، مرحبا بكم. اللي بغى يتزوج مرحبا، ولا تزوجي هاي بغى يتزوج بيا، انتوما اللي غتجيبوا لنا الدجاج. ما فهمتش انا، الراجل مدبر عليه ياخذوه ليا. ما انا ما جيتكش، ما جيتش معاه، ما جيتش مع المزويناش. انا راه جيت بوحدي وتلاقيت معاه. عبد الله خويا تبارك الله، والله الا ولاد دربنا كاملين رجاله باش كيعجبوني. هاي المره الثانيه تمارة لا هدي معده، ما ديلك هادي، اش غدير لك هادي؟ لديتيها للدار، اش غدير لك؟ تاكل لك على الخبز. انا مازال نعجنك الخبز، انا يلاه جايه من المدرسه حتى باقا كنقرا. باقا كتقرا وغناخذها. خذني دخلت عندك ولا ما خذني؟ ولد دربنا في غادي غادي بعد نص سناك تخلص. تخلص زوز عدي، ضروري دوز عدي نخزن ليك. انا كنقول لك زوز عدي نخزن لك. عبد الله انت راه كتخسر الفلوس العشيه، ما صالحاش ليك. والله عبد الله خويا توحشت الدرب ديالنا وتوحشتكم وتوحشنا الجماعه الزينه. عقلتي عبد الله اش دوزنا ياماتنا في الصغر في هذا الدرب. كاين شي واحد اقول ليه جات جينيراسيون اللي طالعه دابا هذه اش مدوزه؟ هذه اللي دايزه عليها، هذه ما كانتش صغيره مسكينه، وديز عليها دابا. كبرتيني على يدي زين. حنا اللي دوزنا، حنا اللي دوزنا وضحكنا ولعبنا وخرجنا وكانت بيناتنا الرجوله والاخوه. فين هي ديك الايام؟ فين هي؟ فين هي السطيكه حميد الصغير؟ والله باقا هي باقا، هي اللي باقا في عبد الله. ولكن لا لا، عبد الله ديما الرجوله وديما تماره. شوفوا شوفوا ولاد دربنا فكيساليو تماره ديالهم وكيتبوكسو. وهذيك الساعه لو وقفوا جلسوا شدوا الدرب، هذيك الساعه جات معاهم والحمد لله. والله ما كيشدوا الدرب. عرفتي ملي تبغي تجيب، ملي تجيب فلوس دوز عدي، دوز عدي اختي كي دايره بخير، بس راك دايره مع الصحه. خويا عبد الله تحياتي ليك، كنحمق عليك رجوله، احسن ولد دربنا في العالم. دوز عدي ملي تشد الخلصه صافي، الله حافظك. المهم انا جايه من المدرسه، انا غاده للدار، البنات الولاد كاين ما يدار اللهم القرايه. الحمد لله باقا كنقرا، الحمد لله باقا كنقرا. سير بنيتي من قدامي، سير سير كنت حاشمي سير. جايه نجيب اختنا الكبيره من المدرسه، طالق علينا حتى ديك المشيه ديالك، تسير مع المقات ترجل معانا تبارك صاحبي. تبان ما فهمتش انا دابا، انا دريه كنحس براسي، ماشي دريه كنحس براسي راجل، واش كنمشي بحال الرجاله؟ ترجلت عباد الله في هذا الوقت اللي قلالوا فيه الرجاله. ما كندويش على الرجاله، كندوي على هاد الالفينات اللي طالعين من الرجاله الاحرار اللي باقيين كي اللي باقي عندهم الموشطاج وباقيين دايرين الدبانه وباقيين دايرين اللحيه. هذوك هما الرجاله. دخلت عليكم اجيو، اجي نقول لكم واحد الحاجه. يلا جيت من دراسه شري لي راهي، اجي والله وتهربوا ناري والله تنتغازل معاكم. ضربت تماره فاقو، انا ضربت تماره حمدي ويلي من غنخرج. اجي شد عليا هادشي، اجي مون طيب 1200 درهم بغيت من غنخرج. تسيري اه ويلي اجي عتقوني خويا حمدي فين كدير مع الصحه؟ يا يلا جيت من المدرسه شري لي شي حاجه في الجوع. بغيت طريب ميروندينا، طريب ميروندينا، اعوذ بالله مش طراجين، طريب ميروندينا. هاك خذي طريب ميروندينا. قال لكم حمدي هاك عطاني شري، هاك خذ شي حاجه. اش احمد جاكيت، اش احمد دوق اصحابي، اش دي بنتك، اش احمد اجي ديني معاك، اجي دي بنتك، اجي ديني نمشي معاك. بغيتك احمد اجي فكيتو مني، بعد تفكو مني. انا والله ما مفكوك منكم. ويلي كتلوط محشمتي انا شوهك يا الله. هكا فلوسك ما ناخذش انا، ما عند عباد الله. انا ما كنتسناش راجل يصرف عليا في حياتي، انا باغا نصرف على راسي. انا راجل يصرف عليا اها باش تشري لي ميروندينا، تشري لي ميروندينا ورايبي دابا. والغد اللي تجي تقول لي اجي نقول لك في السطح ويتلقى عليا صحابني. انا من هذوك ديال جينيراسيون ديال رايبي وميروندينا. سير جيب شي طاكوس ولا شي حاجه. وانت واخا يجيب لي ماشي طاكوس، واخا يجيب لي حولي مشوي انا داه مني. الله تا شناهو ماشي غاليه الرجوله، الرجوله ماشي غاليه. انا غاليه بزاف ولكن انا الرجوله. واه ما تضربينيش والله انا الرجوله ودربنا. لا سير تنطيح لك الشقفه تيشا هاجي قول اجي نقول لك. الله يرحمك ما كيبغيش يبان في الشاشه شفاف وكيخاف على راسو. يلا تعالوا نشوك ولاد دربنا، ولاد دربنا باي باي. عقل فيهم بغيتي تشري ليا تيشا حمدي رجوله. فك الثواب وفك الاداب. أو العبابي تسطي والهبال والهبسطي ديال الدرب. والله إلا زينة وحق الله وحق لا إله إلا الله. أنا اللي مزاهية هاد الدرب، نفوتو أنا خلع عليه، تخلع عليه عشتو كريم أونلاين.
والله يا كريم دابا حام مهدي ناري مال ولد رداد مال ولد رداد ما عرفتش يلا وقفت فين تحيه خاصه كبيره لك تحيه خاصه لك ولد دربنا كدير مع الصحه واش غتنوض نضرب مهدي مالك تحيه خاصه كبيره لك كدير مع الصحه تحيه خاصه لنا الجزائر انا عندي لا راه كتبان استاذ كتبان استاذ استاذ حاميه اش كتبي حقا قول لنا شحال ليا اه مهدي مهدي مالك قول لي انت شحال ديال المنتوج ديالك المهم حبابي انا راه درت بيع وشري الله يسهل عليا 5 دراهم اش من مالي الوقت 5 دراهم والله ويلي سير 5 دراهم والله ما انا درت بروجي عباد الله جيت قدام عدي انا درت بروجي و100 ريال رمان و5 دراهم والله عباد الله واللي ما كليت نزه واللي ما شريت نزه اه حميني ميا الرمان حميني درت بروجي ربي سهل عليا ما حد انت حاضيني وانا ربي عاطيني المسموم انا ربي سهل عليا ودرت بروجي وليت انا نرجعك شي هبط 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 شري من عندي الرمان وانت هبط شري عندي الرمان هبط بغيتك هبط شري الرمان انا درت بروجي الكروسه الثانيه اللي بغيت ليمونه كبيره هذيك كبيره هذه اللي بغيت كبيره ديري هذه حاجه حامضه دابا مالك دابا الكروسه ديال الليمون اللي وراها راه ديالي راه معمره الحومه ديالي انا اللي معمره الله يحفظك لي يا خويا لا خطيك شكرا والرمان 100 ريال عباد الله والرمان ها تخدم تخدم نعمر لك الرمان اه نخدمك هادي تدخلي معنا شي لحال شويه اللي طلع جلاله لا صاحبي طلع صاحبي خا نحيدو السلعه مبغاش تحيدها صاحبي طلع جلاله صاحبي والرمان 100 ريال عباد الله وعباد الله شوفوا مع عندي الرمان وشوفوا مع عندي عباد الله الرمان وكيشا كتبروجيني دابا مزيان كي جيتكم كاينه ولا لا تبارك الله عليا ان شاء الله راه مازال ما غنبيع شي حاجه اخرى غنبيع بنادم غنولي نبيع بنادم عبد الله انا بدلت بروجي كيسكشو الله يعاونكم اسال علينا لقى شعيب قول لي شنو طرا لك دابا في هذا التليفون جيتي عندي دابا قال لك شي واحد مصيفط ليه هو بعدا مصيفط ليه يا شيخ وقال لي انت باغي تمشي السعوديه شوف الخوش اه انا هي صيفط ليه اها باش زعما يهضر معايا وداك الشيء ونتفاهموا ان شاء الله الا بغى الا بغى يعاونني اها صعو طلع طلع الشيخه طلع شيخه ولكن بغيت نسولك شعيب انت طالع هاد السيد سعودي ما كتعرفو تحياتي للعالم انا ما ماشي هكاك ولكن ها انت دابا بيني وبينك دابا نتايق مشيتي عدو يا شيخ انا بدي اروح السعوديه وانت ما كتعرفو ما كيعرفك ما عرفتي مغربي ما عرفتي سعودي ما عرفتي انجليطاري ما عرفتي جيتي عدو قلتي لي عافاك صيفطني باغا نجي عندك السعوديه لا زعما واشنو كطيح بلادك دابا انت شعيب عاش ولله عاش واشنو بلاد ولكن باغي انت تدير مستقبلك المستقبل نديرو ان شاء الله وليدات هاي هاي ان شاء الله باذن الله شعيب كتفكر دير وليدات واش بان لك شعيب بانت ليا تاور بارك بغيت يركلك بغيت يركلك بغيت يركلك تاور بغيت يركلك ويردخك مع الارض قول امين ديال التصرفي حتى انت اي شكرا دابا انت شحال باغي يكون عندك في الكونت قلتي دابا باغي يكون عندي مليار مليار و600 مليار و600 ودار اها وفيلا تكون تطلع على البحر ايه زيد بنادم يطلبها كبيره ولا ما يطلبهاش انا مني عقلت على راسك يا ربي ولد الناس ناكل معاه خبيز واساي ولا قسم الله ما لقيناش دابا حنا نطلبوها كبيره كبيره ها هي جاتنا هو زعما البلانات شي يكون عندك هادشي كامل زعما ما تشوف ما تفكرش فيا شنو نهار ان شاء الله حلف والله العلي العظيم قول والله اقسم بالله العلي العظيم ويلي واش انا غنمشي غنخلي الزين وغنمشي للسعوديه والله ما نمشي لا عبقى والله ما نمشي بالله لا عبقى حسن عبقى والله ما نمشي الا بقيتي هنا والله لا تزوجتي الزين الزين في لا والله ما مشيتيش تجي الفلوس لا تزوجتي والله ما مشيتيش تجي الفلوس لا تزوجتي غنجيبو غنجيبو فلوس وغاد ان شاء الله غيدير لك امين فيلال واحد العرس مطردق ان شاء الله وملي غيدير لي امين فيلالي العرس مطردق حتى غتجي دير عندي في الدار تجي تاكل الحلوه وتجي تاكل البسطيله وتجي تاكل اللحم وتزيد فحال لقى شعيب قول لي شنو طرا لك دابا في هذا التليفون جيتي عندي دابا قال لك شي واحد مصيفط ليه هو بعدا مصيفط ليه يا شيخ وقال لي انت باغي تمشي السعوديه شوف الخوش اه انا هي صيفط ليه
باش زعما يهضر معايا وداك الشيء ونتفاهموا ان شاء الله. الا بغى الا بغى يعاوني اها ساعه وطلع طلع الشيخه طلع الشيخه. ولكن بغيت نسولك شعيب، انت طالع هذا السيد سعودي ما كتعرفو، تحياتي للعالم، انا ما ماشي هكاك، ولكن ها انت دابا بيني وبينك، دابا انت ياك مشيتي عدو يا شيخ انا بدي اروح السعوديه، وانت ما كتعرفو ما كيعرفك، ما عرفتي مغربي ما عرفتي سعودي ما عرفتي انجليطاري ما عرفتي، جيتي عدو قلتي لي عافاك صيفطني باغي نجي عندك السعوديه. لا زعما واشنو كطيح بلادك دابا انت شعيب؟ عاش ولله عاش. واشنو بلادنا؟ ولكن باغي انت تدير مستقبلك. ندير مستقبل ونزيد نديروا ان شاء الله وليدات. هاي ان شاء الله باذن الله. شعيب كتفكر دير وليدات؟ واش بان لك شعيب؟ بانت ليا تاور برك. بغيت يركلك بغيت يركلك تاور بغيت يركلك ويردخك مع الارض قول امين ديال التصرفات حتى ايه. شكرا. دابا انت شحال باغي يكون عندك في الكونت قلتي دابا؟ باغي يكون عندي مليار مليار و600 مليار و600 ودار اها وفيلا تكون تطلع على البحر. ايه زيد بنادم يطلبها كبيره ولا ما يطلبهاش؟ انا مني عقلت على راسي نقول يا ربي ولد الناس ناكل معاه خبيز واساي ولا قسم الله ما لقيناش. دابا حنا نطلبوها كبيره كبيره ها هي جاتنا. هو زعما هاد البلانات شي يكون عندك هادشي كامل زعما ما تشوف ما تفكرش فيا شنو نهار ان شاء الله. حلف والله العلي العظيم. قول والله اقسم بالله العلي العظيم. ويلي واش انا غنمشي غنخلي الزين وغنمشي للسعوديه؟ والله ما نمشي. لا عبقى والله ما نمشي بالله. لا عبقى حسن عبقى والله ما نمشي. انا بقيتي هنا والله اللي تزوجتي الزين في لا والله ما مشيتيش تجي الفلوس اللي تزوجتي. والله ما مشيتيش تجي الفلوس اللي تزوجتي. غنجيبو فلوس وغادي ان شاء الله غيدير لك امين فيلال واحد العرس مطردق ان شاء الله. ومن غيدير لي امين فيلال العرس مطردق تاش غتجي دير عندي في الدار؟ تجي تاكل الحلوى وتجي تاكل البسطيله وتجي تاكل اللحم وتزيد فحال. كيفاش اللي بغيتي يطلع للطوندوس زعما بغيت يطلع للطوندوس؟ الطوندوس طلعت لي هنا. هادشي تقدري تطلعي للطوندوس؟ طلعي للطوندوس شوفوا كاع عطيه شوفوا يشوف الكاميرا شوفوا العوينات يطلع للطوندوس. يطلع للطوندوس ها وجه ها وجه والله. علاش ان شاء الله شعيب خويا حنا شي نهار نشوفوه يطالع في الطوندوس هو راه عنده لاشين هو راه تبارك الله عليه راه ممثل واعر ومعاه تبارك الله دراري تا هما في القمه يعني. السلام عليكم اخوان. انا نقول لكم واحد الحاجه اللي حقيقية اللي حقيقية. أنا درت موزعة من كمال المغروسي في حي سير. مش نغني أجه زيد. أنا درت واحد حاجة وندمت عليها. أجه زيد شناهي؟ أنا هضرت على الدرية بالخيط. ها هضر علي قال ما جبدت والو هو اللي قال. أنا هي ما جبدات لي ما والو. أجه ماشي مشكل ما بارطاجيش. ها دابا حنا نيس حنا أنا ما درت أنا ما جبدت دابا الهضرة لا والو. شو اللي دويتي؟ أنا هاد الدري عزيز عليا ولد دربنا راه شوفوا هو عارفني أنا كيفاش كنعاملو كنعامل زعما دربنا كامل كيفاش كنعاملو. عرفتي بحال خوته بحال خوته ماشي شي واحد. الحمد لله أنا تنقول ديك الدار ديالهم ما عندهمش العيالات عندهم الرجال. الله يحفظك. ما عندهمش العيالات عندهم الرجاله. الله يحفظك. هذه المراه هذه راجل. الله يحفظك. راجل ونص تخدم بدراعه. الله يحفظك لي. الله يحفظك لي. ماشي تصرفوش عليها خوتها هي تصرف على راسها. لا كيصرفوا عليا تا خوتي. قال لك ويلي تا خوتي هازيني وشناهو الدار بلا خوت. خلينا ساكتين. المهم بحال السله بلا حوت. ها سمعتي اش قال لكم؟ بحال الشبكه بلا حوت. المهم كيف قال لكم شعيب؟ انا واحد النهار كاع جي عندي شعيب في الكونفيرم وقال لي اكرام اختي بغيت حكي خوك يلوح ليا لاشين ديالي. قلت لي خويا راه ما كاينش كان في العربيه. قلت لي يجي ان شاء الله والله تنقول لي بارطاجي. هذيك الساعه انا باقا ما بادياش اليوتيوب. مشيت الغد ليه يا مسخوط الوالدي ليا وجه القصعه وجه سياس كاع. مشيتي درت شي فيديو قلت لهم مشيت خرجتي فيديو. قال لهم راه اكرام. قالت لي مشيت عندها وقلت لها قول خوك بارطاجيني وبدات كتضحك عليا وقالت لي لا وهاد الهضره كاينه ما نسمحش لك وانت قدام بيت الله. لا كاينه كاينه. انا قلت لك شي حاجه من هذا الشيء ومشيتي كذبتي عليا. وماشي مشكل ولكن تصالحنا الحمد لله. والله عز وجل هو تيسامح هاد المراه الدريه هادي واخا ديروا لها ما عرفتش شنو هو تتسامح. هو راه عادي مع المراه هي ما دارت لشي واحد شي حاجه. دابا بغيت نسولك دابا انا كاين ربي اللي فوق الجميع اللي هو كبر هو اللي خالقنا وكيسامح. وشكون انا اللي غير عبده ديالو؟ بصح عبده يعني نمله فوق الارض ما قايله ما 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 علاش انا ما نسامحش؟ ربي خاص يكون تسامح. وشوف حتى هذيك قبل ما تشي في الصبع بصبعك لشي واحد ما كتعرفوش ما تدويش قول حسنه او ما تدويش ما تجبدش بنادم حتىش كدير عليه التقليد حشومه. واحد الانسان ما دير لك حتى شي حاجه
واحد الانسان ما داير لك مثلا انت شي حاجه، انا وياك حنا مسامحين تسامحنا الحمد لله، ولكن واحد الانسان اللي ما هو ما داير لك حتى شي حاجه وانت كتشير عليه بصبعك راه حرام، فهمتيني؟ الله يحفظك ليا خويا. مشيت عند الخوادري، الخوادري ديالها اللي هو امين فيلالي، تنوجه لي تحيه من هنا وقلت ليه سمح ليا وما رداش ليا في وجهي. وحنا خوت الحمد لله، يلا حتى دابا راك غتولي راجل خصو، ومرحبا بك عندي ومرحبا بك عندك وتعكاتي لك اجيب لي على السكر باش تخبط بوك على راسك باش تطيحك حدا الباب، انا جدك تدخل عندي بالسكر والله ما جيتي قلت لك السكر سقي الا دخلتي، والله ما جيتي سكر بلاصي اللي نديرو فوق السفه، علاه دخلتي لدارنا؟ صافي مرحبا يلا تحياتي.